بس لا تطق، تكفى لا تطق يا خلاص. تكفى يا زلم، تكفى العشير، تكفى الفحل يا الفحل. فحل تنقال حق التيس يابا، يقول تكفى العشير. اي عشير؟ اعمارهم على 17 18 سنه ومتعرف على رفيجه 3 اشهر وينادي العشير. يعني انا ربعي من 30 سنه شو اقول للمدام؟ يبا هدوا هالمينون هذا الحين، ايش داخل غزون ابره يصير زين؟ شاله ها غزون كبره تصير مجسم نفسي؟ حق شنو يصير مجسم؟ بنات يحبون مجسم، بنات يحبون اللي ابوك مجسم. اخلص. لا يبا مصدقكم انتو، البنات يحبون اللي ابوك مجسم. لا يبا يحبون واحد محترم مخلص امين كرش خفيف يعرف سكراب همغره ضجيج شغلات. لا يبا لا لا لا، البنات يحبون المعقد اللي يشوفها بالجمعيه يسحبها من حجابها، يبطل باب السياره يرفسها ويمشي كذي. ليش سلم عليها تكسر ايدها تبي قوي. هذا انتم اللي قعدتوا بروحكم سويتوا نفسكم ريايل، ليه هددتك او يومين اونلاين ما ترد عليك تبكي بالحمام احب تسوسو. والله عيب، والله قسما بالله عيب. ريال ايش كبرك طول بعرض بنت تبكيك؟ ايش خليتك ها تبكي؟ تذكرت الحيوان توني فال. مو تقول تعرفت على واحدة جديدة؟ لا لا هذه اختها ما تعطل انا. ايه اختها، المهم من ريحتها. شنو النصيحة هذه؟ عارف شو سوى؟ ايش فيكم انتوا؟ ايش فيها؟ هذه يبكي اكثر، ايش فيك؟ لا بس ذكرتها. وش فيها؟ علاقة 3 سنين، آخر شيء طلعت شوي. الله. يا شو؟ الله يذكره بالخير كان محترم. محترم راح راح. مرزوق متأذي ها؟ يبكي مرزوق عيبكي ترى. ايش فيك؟ الله يردها بالسلامة بالعلاج بالخارج. علاج بالخارج أكيد اللي تعرف عليك علاج بالخارج. كاسر ايدها رافزها بجمعية. أكيد الحين ماخذة كيماوي وعوية على الأفراد. أي والله صح صح صح. ايش فيك؟ خير؟ أحفادها قطوها بدار المسنين. والله. احفاد تكلم يده؟ ايه علشان ثقيله وصاحبة غرار. ايه غرارها بيده. غرارها بيده. صدقوني يا جماعه علاقه 3 سنوات ما كلفت حتى دينارين. هدايا. هدايا. ترش. ارش. ارش باللي اقدر عليه. 4 دنانير شنو راش؟ كركم. ديرم. خروع. فازلين. ربع كيلو حنه، هذا مو رش. كل وهدايا اسرار وايد من العطار. أبليكيشن جروب البلام.